أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، حذرتم الإخوان من النظر إلى القنوات الفضائية التي فيها سب الله وسب رسوله، وهذا السائل يقول: ما حكم الجلوس أمام شاشات الإنترنت ويفتح المواقع التي فيها سب الله وشتم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل القنوات، وهو مجلس سوء، فلا تقعدوا معهم، أنت جالس معهم، وإن كان إنهم بعيدين لكنهم قريبين منك في الصورة والمظهر والكلام، كأنهم عندك، الحكم واحد. نعم، هذا مجلس سوء. نعم.